بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين. لهوة التجارب العلمية نقدموا اليوم طريقة صنع أصغر برج تسلا أو ميني تسلا كويل باستعمال وسائل جد بسيطة. أولا نحتاج سلك من نحاس يكون معزول 0.2 مليمتر مربع، إلى ترانزستور نوع أمبيان 13007، وهذا الترانزستور نسترجعه من تغذية كمبيوتر تكون تاليفة، ولا نستعمل الترانزستور 13003 واللي نلقاه في المصابيح الاقتصادية. ونحتاج إلى مقاومة بقيمة 10 كيلو أوم، إلى أنبو بلاستيكي تاع حقنة أو سرنج جوطابل أو أنبوب من هذا النوع، كما نحتاج إلى مبدل حراري أو ديسيباتور ترميك نثبت عليه ترانزستور، ومرابط ترانزستور هي على اليسار الباز في الوسط الكوليكتر، وعلى اليمين ليميتر. أما رمز ترانزستور واللي كما ذكرنا من نوع أمبيان، في المرابط تاعو هي الباز الكوليكتر وليميتر، بحيث الطرف السفلي لملف الابتدائي أو البريمار واللي يتكون من 1 2 3 4 5 حلقات يربط بالكوليكتر. أما الطرف العلوي نوصله بالمقاومة، ومخرج القاطعة نوصله بالليميتر. أما الطرف السفلي للملف الثانوي واللي يحتوي على عدد كبير من اللفات نوصله بالنقطة المشتركة بين الريزيستانس أو المقاومة والباص تاع الترانزستور. فإذا لفينا هذا الملف في هذا الاتجاه، ملف الابتدائي يكون في هذا الاتجاه، أما إذا لفينا ملف الثانوي في هذا الاتجاه فإن ملف الابتدائي نلفه في هذا الاتجاه. إذن ملف الثانوي أو السيكوندار نقدر نلفه في السونس أنتي أورار، كما نقدر نلفه في السونس أورار. وهذه ملفة الثانوي بأبعاد مختلفة بعد ما كملناها، وما بقى غير ربط ملف الابتدائي على هذا الملف الثانوي مثلا. وبما أن هذا الملف ملفوف في هذا الاتجاه، ملف الابتدائي لازم نلفوه في هذا الاتجاه المعاكس.
إذا لفوا 5 لفات، 1، 2، 3، 4، و5 لفات، بعد ما ثبتنا الثانوي على الديسيباتر، اللحم كل من المقاومة وهذا السلك بالباز، وهذا الطرف السفلي لملف الابتدائي ربطه بالكوليكتور، اما الطرف العلوي نربطه بالطرف الثاني للمقاومة. وأخيرا بقينا توصيل هذه الدارة، بمنبع التغذية، ومنبع التغذية يتراوح بين 12 و24 فولت، وعلى قيمة هذا التوتر هذه المقاومة تتراوح بين 5 و10 كيلو أوم. فإذا كان التوتر ضعيف نستعمل مقاومة ضعيفة، أما إذا كان التوتر كبير نستعمل المقاومة الكبيرة. وفي هذه التغذية نقدر نستعمل بطارية، ولا نستعمل تغذية الكمبيوتر اللي خدمناها من قبل. أما إذا ما توفرتش البطارية وتغذية الكمبيوتر، نستعمل محول ونستعمل جيسر أو بريدج مع مكثفة للترشيح. وموجب هذه التغذية نوصله بالنقطة المشتركة للمقاومة وملف الابتدائي، أما السالب نوصله بليميتر. إذن السالب نوصله بليميتر، والموجب نوصله بهذه النقطة المشتركة، وبهذا نكون قد أنهينا هذا المشروع الصغير، وما بقى لنا غير تشغيل الدارة. وفي التجربة الثانية نستعمل هذا البرج الثاني، واللي هو أطول قليلا من البرج الأول. أما بالنسبة للملف الابتدائي، وبما أن الثانوي ملفوف في هذا الاتجاه، فإن الابتدائي يلف في الاتجاه المعاكس، أي في هذا الاتجاه. ودائما عدد حلقات الابتدائي هي 5 حلقات.